مرحبا بك أعزائي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. يا ترى ما هو تقديرك لعامل النظافة اللي بنسميه الزبال؟ هل تصافحه؟ هل تأخذه بالقبلات؟ هذا ما سنشاهده. دي قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. دي قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. بتوجه بالشكر لكل مشاهد ومشاهدة بيتواصلوا معانا. بجد أرجوكم يعني قولولنا أنتوا مبسوطين، أنتوا نفسكم إيه في البرنامج، لأنه ده مفيد جدا لينا، وهدفنا أحبائي المشاهدين هو أن نمجد الله من خلالكم، وأنه تكون القصص اللي بنحكيها والتعليقات والترانيم سبب بركة ليكم. فاكتب لينا قصة عجبتك أو قصة حياتك أو قصة قريتها علشان عدد كبير من الناس يستفيدوا بيها، تكون قصة من قصص البرنامج. تقدر تزور موقعنا على شبكة الانترنت www.livestorytv.com. كمان تقدر تزور قناتنا على اليوتيوب أو صفحتنا على الفيسبوك، تعمل فيها لايك وتعمل شير من اليوتيوب على البروفايل الخاص بيك في الفيسبوك، وعدد كبير جدا يشاهد القصص، وبكده بتكون بتخدم معانا. قصتنا النهاردة بصراحة قصة يعني قصة رائعة، وأنا حبيت القصة دي جدا جدا ومليئة بالمعاني. هي قصة بسيطة بس مليئة بالمعاني، وأنا شخصيا بتهمني القصة دي. قصتنا النهاردة بعنوان مصافحة يد عامل النظافة. عامل النظافة بنسميه باللغة الشعبية بتاعتنا الزبال، أو اللي بيشيل الزبالة. وهي هذه القصة قصة حقيقية، مصافحة يد عامل الزبالة، تتحدث عن تاريخ شخص. من القصة محبوبة لي لأسباب عديدة هقولها لك أثناء القصة وأثناء التعليق عليها، لأنها تتحدث عن كاتب، قصة من حياة كاتب ولا أروع، من الكتاب اللي أثروا فيها جدا، ويا رب تكون قريت له إف بي ماير أو فيه بيه ماير، الكاتب الشهير الإنجليزي اللي ترجم له عدد كبير من القصص إلى مكتبتنا العربية بشكل خاص. أكتر من ترجم لي أبونا القمص مرقس داوود، ترجم أغلب كتب فيه به ماير، مثلا حياة بطرس، حياة داوود، حياة موسى، حياة زكريا، حياة يشوع، وأيضا سفر أشعياء وغيره من الكتب التي ترجمها أبونا القمص مرقس داوود، وكان السبب بنيان وبركة لحياتي، موجودة في مكتبة المحبة في مصر. احنا بنعمل دعاية غير مدفوعة الأجر، بس بنقول قد ايه اف بي ماير او فيه بيه ماير رجل عظيم، وكل اللي قروا قصصه وكتبه اللي كتبها بيكتب عن شخصيات الكتاب المقدس وترجم للعربي كما ذكرت، قد ايه كان سبب بركه لحياتنا. فيه بيه ماير اسمه الاساسي فريدريك براذرتون ماير، براذرتون ماير اسمه كده. ولد في 8 ابريل سنه 1847 ورحل عن دنيانا في 28 مارس 1929. كان صديق شخصي في خدمته لمودي خادم المبشر الشهير في شيكاغو، وهو كان أسيس وخادم مع مداني في إنجلترا. كتب عدد كبير من الكتب، ترجم عدد كبير منها للعربية عن طريق أبونا المرقس القمص مرقس داوود. قصتنا بتحكي أن فيه بيه ماير أو فريدريك براذرتون ماير في يوم من الأيام، هو كان يحب الناس البسيطة والناس الطبقات الشعبية، فربنا استخدمه في حي شعبي بسيط، بدأ يعمل نهضة روحية هناك. فرايح الصبح الكنيسة ومارر في الشارع، فكان في عامل نظافة لسه إيديه متسخة يعني زبال شال الزبالة. ففيه بيه ماير قال له صباح الخير، يوم مبارك. فالزبال أو عامل نظافة قال له صباح النور. مر عليه فيه بيه ماير ومد ايده عشان يسلم عليه يعني صفحه وياخده بالحضن. تراجع لورا عامل نظافه قال له لا ايدي وسخه، ايدي انا لسه ما غسلتهاش، انا لسه منظف. قال له لا ولا يهمك،
انت بتقوم بعمل جليل. راح بسرعه فيه بيماير رغم اتساخ ايد عامل النظافه، راح حط ايده في ايده وراح واخده هج او حضن وسلم عليه وقال له تعالى معانا الكنيسه. الراجل عامل نظافه اعتبرها كبيره جدا، قال ايه ده؟ ده الناس بتريحتي بتبعد عنها، ايه القسيس الغريب ده؟ ازاي يحضني وانا بالوضع ده؟ فتاثر جدا ومشي مع فيه بيماير طول الطريق في المنطقه الشعبيه دي، كل اصحابه والناس البيوت بقى اشتغل منادي يا جماعه تعالوا تعالوا احضروا الوعظه بتاعه الراجل القسيس فيه بيماير، الراجل ده متضع زي يسوع المسيح بالظبط، الراجل ده سلم عليا وانا ايدي مليانه زباله، الراجل ده حضني وانا ريحتي مش نظيفه. وطبعا هو معروف في المنطقه، اتملت الكنيسه وعن طريق الموقف البسيط ده مصافحه ايد عامل النظافه حصلت نهضه عظيمه جدا في هذا الحي، واستخدم الله فيها هذا الخادم المبارك فيه بهماير اللي اتعلم من الرب يسوع انه زي ما الرب يسوع كان يلمس الابرص وكان ينحني ويجلس على البير ويكلم ابسط الناس، هذا ما فعله فيه بهماير وبدات نهضه عظيمه، نفوس كثيره قبلت الرب. سأستكمل معك القصة الجميلة، أولاً جميلة لأني عن فيه بهماير حبيب اللي من وأنا طفل صغير أدرس كتبه وأحبها. ثانياً جميلة لأنها تهتم بالطبقة البسيطة من الناس، الأمة الشعب. الأمة الشعب بجد، مش كلام سياسة وكلام ثورة. أستكمل معك مصافحة إيد عامل النظافة بعد ما نستمتع بترنيمة ولا أروع مع مرنمنا الحلو الدكتور مايكل إسحاق والعازف الجميل أخويا بيتر أنيس. ابقى معي لما بعد الترنيمة، صدقني في كلام يهمك. لما تيجي يا إلهنا بحضورك في وسطنا، ترتفع يا يسوع ما بينا ونلمس الحضور بروحنا، والذبايح تترفع لك يا يسوع المجد ليك، كلمة منك ربي تحيي كل قلبي بيناديك، محتاجين لك لمسة منك تجبر القلب الكثير، تحضن التايه تضمه تتفتح عين الضرير، محتاجين لك لمسة منك تجبر القلب الكثير، تحضن التايه تضمه تتفتح عين الضرير، محتاجين لك وفي حضورك يجي نورك والظلام تنهي زمانه، نتملي بسلطان كلامك والعدو يرجع مكانه، ما في سلطان ولا قوة غير لشخصك في الوسط، تملى تشبع وتنور كل قلب بيك ارتباط، محتاجين لك لمسة منك تكبر القلب الكثير، تحضن التايه تضمه تتفتح عين الضرير، محتاجين لك لمسة منك تكبر القلب الكثير، تحضن التايه تضمه تتفتح عين الضرير، محتاجين لك إذا شفنا يا رب مجدك
نعرف ان وحدك كفاية، يصغر العالم في عنا ورح نشوف كله نفاية. بالمراحم اسمع صرخنا وافتقدنا بالحنان، محتاجين لك يا إلهنا ترسل الروح فيضان. محتاجين لك لمسة منك تجبر القلب الكسير، تحضن التايب تضمه تتفتح عين الضرير. محتاجين لك لمسة منك تجبر القلب الكسير، تحضن التايه تضمه تتفتح عين الضرير. محتاجين لك. محتاجين لك لمسة منك تجبر القلب الكثير تحضن التائه. صدقوني صدقوني ما كنتش عايز أخويا مايكل إسحاق يخلص ترنيم، ولا أخويا بيتر أنيسي ينهي العزف علشان خاطر الجو لو كنت معانا هنا في الاستديو. حلوة قوي. محتاجين لك لمسة منك تجبر القلب الكثير. محتاجين لك يا رب أني تحضن التائه تضمه. لمسة وحضن، ده اللي كان بيعمله الرب يسوع مع الناس الغلابة، الناس المساكين. في قصتنا النهاردة عن مصافحة يد عامل النظافة، وازاي فيه به ماير الخادم الرائع لما صب عليه الزبال عامل النظافة، هو مد ايده علشان يسلم عليه عامل النظافة، رجع ايده قال له لا ايدي مش نظيفة ده انا لسه منظف بيها، راح قال له لا انت اخويا انت بتقوم بعمل جليل، وراح حط ايده في ايده وسلم عليه وحضنه. الموضوع ده اثر جدا في الراجل عامل النظافه، وراح معاه الكنيسه وقعد ينادي في الشوارع يا جماعه تعالوا شوفوا فيه بيه ماير الخادم ده عامل زي يسوع متضع. وبدات نهضه عظيمه. على فكره عايز اشاركك في القصه دي الروعه، روعه من كل الجهات، في ثلاث نقاط. النقطه الاولى عايز اكلمك عن الاهتمام بالمساكين، تقديرا للمساكين. ثم عايز اكلمك عن الشخص الحنان في كل حين. يعني هنا في بهماير عمل لمسه حنان، بس عايز اقول لك حاجه عن الحنان في كل حين. ثم عايز اكلمك عن التغسيل بالدم الثمين. يعني في بهماير لمس الراجل لكن ايده ظلت عامل نظافه وفيها ما زالت الريحه بتاعتها، بس يسوع المسيح لو صافحك مش بس يحن عليك ويتحنن، لكن ينظف، مش ينظف الإيد، ينظف القلب، وده المهم. كلمة الأولى عن تقديرنا للمساكين. الرب يسوع المسيح لخص المسحة بتاعته، حياته، خدمته، مأخوذ من أشعياء 61 في لوقا 4 لما راح الناصرة قال روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. المساكين يعني الفقراء البسطة اللي شاعرين نفسيتهم صغيرة. وفي التطويبات على الجبل، على جبل التطويبات في إنجيل متى وإصحاح 5 افتتح يسوع تطويباته الثمانية، أول تطويبة، يعني يا بخت الطوبى للمساكين بالروح. دي الطبقة الدنيا من المجتمع اللي حاسين بصغر نفسه وانكسار، سمعوا المسيح أول وحد بيقولهم يا بخت الناس الغلابة. إيه ده؟ هو ده، هو ده العمل. وعلى فكرة حتى الرسول بولس ينصح الإخوة في تسالونيك الأولى وإصحاح 5 وعدد 14 يقول لهم كده أطلب إليكم أيها الإخوة شجعوا صغار النفوس اسندوا الضعفاء تأنوا على الجميع. أنا بحب الروح دي صدقني صدقني بحبها، طبعا بحبها مش في ذاتي، لكن لما أشعر أن الروح القدس جوايا بيحن على الناس دي. وعلى فكرة اللي عملوا فيه بهماير اتعمل في بلادنا المصرية المعاصرة، نشكر الرب، وأكيد في العالم كله، بس أنا معرفتي أكتر بمصر. يعني مثلا أبونا سمعان إبراهيم أسيس الكنيسة سمعان الخراز بالمقطم. لما تقرأ قصة حياته هتلاقيها على فكرة على اليوتيوب لو دخلته، موجودة على القنوات التلفزيونية، إزاي كان شاب بيخدم وراح للناس دول عمال النظافة اللي بيربوا الخنازير
وكانوا بيسكروا وعايشين في الخطيه، وبدا يكرز ليهم لغايه ما بقي قسيس معاهم، ودلوقتي يحضر الاجتماع بيبث على الهواء يمكن 7000 شخص كل ليله. وايه كنيسه ايه كلهم من الناس دول. ده هو قلب يسوع. اخويا الحبيب خادم الرب الاخ ميلاد شكري عمل نفس الامر في حلوان، وراح للناس الغلابه بتوع الزباله دول ووصل اليهم الانجيل، ورحت معاه وشفت قد ايه متبنيهم يا اخي. لقي الولاد كلهم يقولوا له بابا، مش تمثيل، ويهتم بلبسهم واكلهم وشربهم. احنا مش بنعمل دعايه لابونا سمعان ابراهيم ولا الاخ ميلاد شكري، احنا بنقول دي روح المسيح اللي بتخلي الانسان المؤمن الحقيقي يهتم بالمساكين. في ناس ما تزعلش يعني مش عايزه اسودها، في ناس بتعمل كده منظره يعني يهتم بالمساكين عشان يقول لك شوف ازاي انا لا لا لا، دول فعلا بيعملوا كده وبيربطوا نفسهم بالناس دي، بيبقوا عيله واحده كتله واحده. انا رحت وشفت، والاعظم منهم دي النقطه الثانيه، الرب يسوع المسيح حنان في كل. يبقى اهتمام بالمساكين، اهتم بالطبقه دي، الناس دي محتاجه كلمه تشجيع. علشان كده المسيح كان اغلب وقته مع دول، ومسحته السباعيه زي ما قلت لك في اشعياء 61 ولوقا 4 قال للمساكين. وعلشان كده نجح، والرب يحفظ ويدي الصحه لابونا سمعان ابراهيم والاخ ميلاد شكري وكل العاملين في هذه المجالات الرائعه، او ما يسمى احيانا اجتماعات اخوه الرب او اجتماع الطبيسه يعوز الوقت. كل الاعمال دي زي اللي عمله فيه بهماير مع عامل النظافه. لكن النقطه الثانيه، حنان في كل حين. الرب يسوع مثلا في مرقس 1 جاله شخص مريض بالبرص، مش عامل نظافه، لا، ايده برصاء. وحسب لاويين 13 و14 الابرص ممنوع حد يلمسه، بيعمل 6 حاجات، يكشف شعره ويغطي شنبه، شق ثيابه، يخرج خارج المحله وينادي نجس نجس ويقيم وحده، ممنوع حد يلمسه. قال المسيح قال له ان اردت تقدر ان تطهرني. اسمع، فقال له الرب يسوع اريد فاطهر. ايوه، وبعدين ثم لمسه. يا رب يسوع طب كفايه اتكلم معاه، لا لا لا، ده محروم من اللمسات ومن الحنان، لا مراته بتلمسه ولا ابنه بيلمسه ولا حد بيديله حضن ولا حد بيبص في وشه، ده ابرص مش لاقي اللي يلمسه، انا المسه بس ده ابرص. قال اصلنا يسوع المسيح القدوس اللي القداسه بتاعتي تطير وتزيل البرص وليس العكس. يعني اي انسان عادي يلمس الابرص يتنجس، لكن يسوع المسيح لانه هو الله الظاهر في الجسد القدوس يلمس الابرص تنتقل قداسه المسيح الى هذا الابرص. تقدير للمساكين، ثم حنان في كل حين لمس الابرص، واخيرا تطهير بالدم الثمين. يسوع المسيح مش بس لمس الابرص، لكن مرموز اليه في الذبائح. اسمع الايه دي، الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. عامل النظافه قال فيه بهماير طب اغسل ايدي، قال له لا، يسوع المسيح لو جيت له مش هيغسل لك ايدك، هيغسل لك قلبك ويغسل لي قلبي. مش داود صلى كده قال له ايه؟ اغسلني كثيرا من اثمي ومن خطيتي، طهرني لأني عارف بمعاصية وخطيتي أمامي دائما. عزيزي المشاهد، هل تشعر أن الخطية ملوثاك، ملوث ضميرك؟ تفتكر الحاجات اللي عملتها في الضلمة ولسه بتعملها وانت عارف أنها غلط، وتقول أنا بهرب من نفسي، أنا ملوث، أنا ما استاهلش أن المسيح يقرب لي، ما استاهلش أروح الكنيسة. صدقوني كذا مرة أروح لشاب أقول له تعالى، يقول لا ما استاهلش أروح الكنيسة، أنا نجس. شاعر أنك نجس، شاعر انك تعبان، شاعر انك مريض بالخطيه، تعالى. مش لفيه بماير، للرب يسوع المسيح. اركع معايا قدام التلفزيون، بنتي اركعي. انا فرحان وبكرر، البنت اللي اتصلت بيا وقالت لي انا سني 17 سنه، ولما كنت بتوعظوا في خدمه حياتك في قصه، في القصه اللي بتتكلم عن ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، انا سلمت قلبي للمسيح. قلت لها يا بنتي الصغيره، قالت لي انا عملت كل النجاسات في حياتي بس ركعت قدام الشاشه معاكم في حياتك. بس تقدر انت تعمل كده، اركع معايا وقول له يا رب انا نجس، يا رب انا مش ريحتي ريح زباله، لا ده زباله الخطيه انجس واقذر من اي زباله، انا عملت مصايب ومخدرات ونجاسات، انا مش راضي عن نفسي،
يا اللي لمس الأبرص تعالى المسني، تعالى طهرني، متعني يا رب المكتوب دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطيه. يا رب عايز دمك اللي نزل من جنبك على الصليب ينزل على قلبي، يطهر قلبي، يطهر عيني من نظرات شريرة، يطهر مخي، يطهر إيدي، يطهرني بالكامل. يا رب أنا متمسك بالآية، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية، متمسكة بالآية، الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمي. تعال غيرني أخوي المشاهد، أختي المشاهدة، بنتي، ابني، استمر راكع صدقني لغاية ما تشعر بالنظافة الروحية. اقرأ الكتاب المقدس، راسلنا واحكي لينا عن ما فعل المسيح معاك من خلال برنامجك حياتك في قصة، وإذا كان حصل تغيير احكي لينا، وإذا تحب نعرضه كمان في حلقة من الحلقات قول لنا واحكي لنا هذا الاختبار. أتركك في رعاية الله وفي نظافة العيشة والقداسة مع المسيح، إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة طهارة وقداسة إلى الأبد. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج. ده محروم من اللمسات ومن الحنان، لا مراته بتلمسه ولا ابنه بيلمسه ولا حد بيديله حضن ولا حد بيبص في وشه، ده أبرص مش لاقي اللي يلمسه، أنا ألمسه. احنا مش بنعمل دعاية لأبونا سمعان إبراهيم ولا الأخ ميلاد شكري، احنا بنقول دي روح المسيح اللي بتخلي الإنسان المؤمن الحقيقي يهتم بالمساكين. شاعر انك نجس، شاعر انك تعبان، شاعر انك مريض بالخطية، تعالى اركع معايا وقول له يا رب انا نجس. مش بس يحن عليك ويتحنن، لكن ينظف، مش ينظف الايد، ينظف القلب، وده المهم. لما تيجي يا إلهنا بحضورك في وسطنا، ترتفع يا يسوع ما بيننا، ونلمس الحضور بروحنا.